ذكروك عندي في حديث عابر شوقا فأغرقت الدموع محاجري ودهشت مالي والدموع غزيرة مني فأسكبها كغيث ماطر. ذكروك فاستيقظت في مشاعرا وكأنه شوق ففي خاطري في لحظة أدركت أنك لم تعد حيا ولن ألقاك بين نواظري. ذكروك عندي في حديث عابر شوقا فأغرقت الدموع محاجري ودهشت مالي والدموع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. الباب الثاني، دراسة القواعد الفقهية. باب كورا وحقوق هذا الني قواعد فقهية تاريخ ذا إيوه وحيابه معاني ذا مقدمات كذا أها ورعا أها هذا نوحا قادر إن قاعدة اللفت هذه ولا شرحي. القاعدة الكبرى الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها. شنتي قاعدة ووينا وأنا رأس الشيقني يوحن بالله بإن دراسة دي إن من مذ قاضن قاعدة وحن كده وراسين إن جوانب تصوصات معنى القاعدة أدلة القاعدة أمثلة القاعدة مباحث النية القواعد المندرجة تحتها قاعدة ذا معناها إلى هذا هي أدلة ذي هذا هي أمثلة ذي هذا هي النية محل إلى هذا محاسة هوس قلة هي قواعد ذا قاعدة ذا سوهوس قلية. معنى القاعدة لا شيء بنكسو كوبينا شرح المفردات هي المعنى الإجمالي رياضة إنا شرحنا كدي من سجود أنا شايف إن معناها قاعدة أي لا ضحي. شرح المفردات الأمور وجمع أمر لفظي إلى هذا أمور وأمر ولا جمعيي لا بد أري ولا بأري أو صومالية تفسير أمور بحنا صومالية أمرنا وأذك ستة أمورنا وأذك سنة أمورها الله سأل لها صادرت سيدا الصومالي أويه بعرب غير أويه وهو بمعنى الحال والشأن وحن لو يقالنا حالة ضئية شأن غئية أي لو يقالنا ثاني هذا أرمها أي شأن غواسك معنا أرمها أي حالة غواسك معنا. ومنه قوله تعالى وما أمر فرعون بالرشيد نكلا راح فرعون حالة ديشو حالة دقن ما حالة دي فرعون وقصو نابوها أمر لقى سوى قاضي أمر كي مركا أن كان لأن أصول كأها وحل أمر إياها ما أها كاني أي حاله أي اللوتشي ذا. والمقاصد وجمع مقصد وكلمة دي لبعضي كوكو من القاعدة ذو من القصد أي كيم ومعناه التوجه إلى الشيء مقاصدنا وقصد ولا جمعيه قصدنا وحلو جدا شيء إن لوجي هاي سو حقي سل آذو مركات لا ذوان قصدي وحلا ذوان آذي. ويأتي بمعنى النية نية وكوي مادة وهو المراد هنا وأنا متك هذا أنا قارمنا نية وكوي مادة نية أنا هذا اللوج جدا بعد الله وش يبقى كم نيد أمر هي قصد لا ودي شيء مركم معاني ذي حبر صنايعين وإشارني الأمور بمقاصدها.
المعنى الإجمالي قاعدة معناها يا حمبار سنتها وحويا سيقود أن الحكم الذي يترتب على أمر ما يكون موافقا ومطابقا لما هو المقصود من ذلك الأمر. أن الحكم الذي يترتب على أمر ما أرنك استاء حكمك كدلنيا يكون موافقا ومطابقا وحون غنيا مذ وافقصا لما هو المقصود من ذلك الأمر. أرنت أدنت لغلي هاي أي حكم كنا نغنيا قف هذا أصف ريستي مساجد كان إنه واحد لغي سوا وحبرته حكم كيف سنوح نغنيا طالب العلم إنه وحبرته مركب أولا جيدة قاعدة وحوية أرين كستا هي حكم كستا ورشا وحوكر لنا يا أذيك مقصود كاك يدن تالي صادرت هذه النيادة ايتها يقصد كاكو إن الخير هشيد خير با حكم كنا قنيا هذه قصد كوي هاي إن الوحل ابتدى قسم يسينا حكم كاكو قصوده نقنيا وحل فينا يا مقصود كاك. ولذلك يا رسولك صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وقصدك ومن كانت هجرته للدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أدلة القاعدة من الكتاب قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلا يحور ضدك وحكر لما أمرين إلا ليعبدوا الله علينا عبدان مهاني مخلصين حالهم كليالي له الله الدين دينتا محل شاهد كانوا والإخلاص يعني وإلهي الدرتي إن عباده كاتها قصد كاقوا إن إلهي الدرتي. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات شقاك استوى الله قبنا عمل كاقوا حكوح ليه مقصود كاقوا إيه النية ذاته. وقد تواتر النقل عن الأئمة أي ماذا وحاءات وقصوا أرورل وقصوا وريي تعظيم قدر هذا الحديث حديث كان قدر كيسة وينان تيسة وأنه ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم نبقى حديث لقى وريينا مجر شيء شيء أجمع ككل من بضن وأغنى كغنسا وأكثر كبضا فائدة حق فائدة من هذا الحديث أي ماذا حلقة شوري حديث كان حديث آذوين إنما الأعمال بالنيات وأنا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم حديث وكل من تبض المسائل كعلمك وقون فائدة تبضا وحديث غني أمرك. ونقل عن كثير منهم أنه ثلث الإسلام أي ماذا قيب أبدا وحي إلى الإسلام كصدح من المرك اللورد وميلك مذبا. وعن الشافعي شافعي وحلقة رضي الله عنه أنه يدخل في 70 بابا تضبطا باب أي حديث كان قليا أو من أبواب الفقه. أمثلة القاعدة الذبح يكون مباحا إن قصد به الأكل وعبادة إن قصد به الأضحية وشركا إن قصد به تقربا لسنب شيء عن سمين إنه وهل شيء لكن مقصود كهذا بوحو بدل يا حكمك إلا وحن الحكمك وحكر لنا يا مقصود يا مرول نيف بعد جورة عادي هذا نيف كي أضحية أني يستي بعبادة هذه له يقول وانش هذا نيف كأجورة عادي إن ريركش حافظ أي كو قضيانا وقضاء حافظ كو قضي سوي هذا نيف كي أني يستي إن الصنم أجورة عادي أما الطاقود هذا ذي أقول عز أقول أواتنا وشرك وين؟ أكو حاس بدلي نفك ونفكي جور عنا وجور عي لكن حاس بدلي مقصود كي بس بدلي وإنما الأعمال بالنيات أعمال شنو حراعة سام مقصود كذا صدرح أن الذبح يكون مباحا مروى مباح وإن قصد به الأكل أخو بنات حول عجل إسك قالت تدعنتي وعبادة عباد مرنقنية وإن قصد به الأضحية
هذا أحيانا نضوع عبادة إله بقوله وانسه وشركا سيوا شرك النقانية إن قصد به تقربا لسنم سنم هذا بقوله واني. إذا نطق بكلمة الكفر إن كان قاصدا لمعناها كفر وإن كان مكرها فلا يكفر بها قفك هذا قال لما أفكي سكسوا بحضه كلمة أه وانفيرنا إن قصد كيسان فيرنا إن إن كان قاصدا لمعناها معنيه قال لماذا هذا أقصدي كفر فقال وقف قاصد وإن كان مكرها هذه القص بينه فلا يكفر بها هذا الكفر قالوا ما هي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال تعالى إلا من قفمه ينبو ألا يري أكره القص بي والحال قلبه قلبه سو مطمئن ويامدك حسل بالإيمان لكي القص بي قلبه سو حسلون كلمة الكفر حي المش حي الأمة قصدين مباحث النية معنى النية نية دور بحث ماوس قليا كو نية محالين هذا لغة عزم القلب على عمل من الأعمال حق اللغة نية محالين هذا إن قرآن قلبك وقاره إنه شقا قبط قلبك قرآن كقاره ما أعربك ما أقعمها قرآن كوحقاره قلبك أفير صدق قلبك وحقوانك وقاريا إنه شقا قبط أضافر لي هذا حقو عن سنة إنه بحديد تسانية لله هي قصد واصطلاحا قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى وحل هذا طاعة إلهي يا إله إلى ودواتد إنه ذو قصد بالفعل شيء قبان سمين يسيد أو الامتناع عنه أمينه وحس كده يسيد حق الشرع يقول هذا قلبك هو قوان قارية قوان قارية إن العبادة التي مهدده إلهي أدوات صلاة تكتد صون صونتد سكلب بحديد وعبادة وقوان قارية إن معاصدا كفواتد سيجار اسكديسد قاد اسكديسد زين اسكديسد المقصود من النية حيث فائدة يضنت لقليه النية المقصود من النية أمران لو أرموت بأن النية ضنت لقليه أيتهاي فصل العبادات عن العادات عبادة إلا كالصوع كالإمساك عن المفطرات ضنت لبا تمييز العبادات بعضها عن بعض كالصلاة والصوم لو أضم بالغ لها النية من يوحي ويوحي دقنا يوحي عبادة إليه لو دواني إن لك لسارة وسيوك لسارة إنا وفكا فورر صنية مجمع سيو أفورر صنية وعادة مس عبادة أفورر صدو والركوع صنية نية ذاك لسارة وفكا ويسي سنية من عباده ويسيسانيا و إلهي أود أوانيا وويسو من سبورك إيو قبل قبوسي بوجه ذاو وعادو كان قبيسانيا ما قبوسي بوقع من عباده وقبيسانيا حكى لصاري النيادة حيا لوذي فعل ويسوه جيهن نيادة حكى لصاري كان صوما وعلمد عمتدى إسيقدة أي حنون دارته sidoo kale labadii cibaado isu ekaana niyada kala saareysa laba ragacood baa tukatay qofka labada ragacood tukanaya maxay yihiin labada ragacood tukaday masaaka salaadii subax ka tagtay oo labadii salaad subax miya ma laba ragacood duha ayu tukanaya ma laba ragacood sunnatul wudu'a buu tukanaya ma garan karnayno متحية المسجد به ما قرن كرنا لكن حاك الله صاري صلاة هاس نية ذاك الله صاري وهكذا الصوم إذا وحنا لفصل العبادات عن العادات عبادة وعادة لقى صعه كالإمساك عن المفطرات يعني قف كان انتظر يسجد دايي ووحي يسجد دايي صوني عبادة مش وحي يسجد دايي
إن حوغا سعاتي وتمييز العبادات بعضها عن بعض عبادتك إن لك الصعاق صلاة وصوم محل النية ووقتها نية حلكيبة لقى حكومة قوار ما سل النية سنية محل النية القلب نية ماشي لقى النية سنية وقلبك وإنك سوق إحني ولا يكفي التلفظ بها وحده إن التلاهذين ساسا النية سنية أظن قلبك وأحبك وأنك قارن ما كف الله ووقتها أول العبادات ولو حكما حلق لني سنينا عبادة كستب الله وقيدة بل نية سنية هذا النية قبة وين عبادة قشا إذن قلبك بوحلق النية استا شروط النية النية هذا إنه صحيح نقطة أفر شرطي باللغة بهاية شرطي كوبان الإسلام فلا تصح نية كافر قف قال النية ما أنصحيسه قف مسلم كا بين نية سنكرة كلية مسائل نادرة أي علماء كصور ريبان سيدا قوارنا كتابية داء هذه أي عادة كل أعضاء ربطة إني قبيستو قبيس كبا عباده نية نؤباني هاي إلا والله ظاهر نقول إياه نكا قوانا وانين مسلمة مركز وكالة علماء حيليه ومسائل كمستثنى من القاعدة لكن أصل محاء قف النية سنية وين قف مسلم يا محاء الإخلاص ما بيشنا لسكره لله الشرط قال بعض والتمييز فلا نية لطفل لم يبلغ حد التمييز نية ذا المير وحجرين من نية سنكر محاء القصد ماله لكن المهضوط الدوشري قالوا وحكى لقرن كرو وين نية سنية ولا أقولي وكان صحيح الشرط قال صدح هذا العلم بالمنوي وحا أني سلس وأنا أكتهي فلا نية لمن لا يعرف ما يصلي هل هو فرض أو نفل قفوحو تكني بأن ورهين مصلاة صبحا أحد تكنيسة مضحة تكنيسة الله أكبر مبسكين وحاو يرات العبادة ونكا أوليه مالي بحايا لبارك عدود بتكني ياباني لبارك عدود صبحنا من نييسا ضحانا من نييسا ظهر من المهاشي تحيط المجلس لمن يجلس مركب ما لي ساريه لما يقان ما بيقان وحو تكنية مواجبة مفرض با وحو ما يقان ورما هاي عدم المنافي بين النية والمنوي النية ذا يوحد نية سنيسو وين سنسكوه لمن عكس سكوه فلا عبرة بالنية الإقامة مع وجود السير في السفر أذيك أو صفر كتيرة هدأت إلى دوحة نقو عن صدي إن النقاذ ورك اسمه ور لاقيا مثل ور سعوني ور لاقيا وابا سعطاي أضو الدقان وقرق أقول شوقا وحاتي ما أنت مسافر بانا هاي وحان نيسانا إن المسافر هاي صلاة دروان قابلنا إياه مسافر بانا هاي حفظ دادين وشوقتها مركا هذا الكاقي سيقع يسبرون إياه كاسوك الاعتبار ما لا يسول لأن الصير ينافي الإقامة ولا تكفي النية وحدها لقبول العمل ليكلي الله وبهنا سي عمل كاغ الله أقبله بل لابد أن تكون صورة العمل الظاهرة مشروعة غير مبتدعة نيد وحي أبها أنت هاي معنى كلام ومعنوية وحوق لي مركز هذا الشيء قصدك التي مادين قصدك هو أين الله سعطاه وحان أقصد دي أو أتسميني سيد هورت الشرعي موافق سنيه هداتي لهذه الشرق عدد بان تكنية ظهر كينا وان أولا تشيه ذا وحاسي مصعان ايا ما هي مصعان ايا نيوان نيسيته وظهر بان نيسيتي لكن عمل كان عصمين إسان شرعي وافق صنين وانا ميلها ان أباهنا ان آذ وفهمه ذاتك وحيلين خير وهب الخير بأولا تشيه ذا وقت خير هذا أولا تشيه ذا خير كواحد أولا تشيه ذا شرعي وهرتهم أقول يهي talaabo kasto oo qaadaysid oo sharciiga u tiirinaysid waa inuu sharciigu isagu ku amraa oo ilaada sidaan u sameey laakiin aad jeebka kale ma iman kartid saadarteed waxaan leeyahay waxa waajib ah an takuna surat al-amal al-dhahira mashru'a ghayra mubtadi'a wa bid'a'a min huna aya rasuulku xuli sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad hatta hawa sheegtay in ibaadata isagu waa mardud weyn وأن يراد بها وجه الله وحده في العبادة إلهي الدرتنا وإن لولتشيه
hadii laba ragacood baad tukanaysaan, waad niyaysati, waa labadii ragacood waxaad niyaysati duxada. Laakiin dadkan dartood baad u tukanaysaa, ilaahay dartii mahe, waa dadkan. Marka ilaahay wax lala leeyahay ma rabee, waxba kama jiraan, iyadana waa laiska tuurayaa. Min huna ayaa waxaa layidhi mukhlisiina lahu ddiin, ilaah waxaan barx lahayn oo saafi ahayn ma rabo. Wixii wax ku dhex jirjiraan oradowgee dadkaa ugu dhex dartay. Alqawaacid almundarija taxta hadihi alqaacida, qawaacidda soo hoosgelaya qaacidadan, yandariju taxta qaacidat alumuuru bimaqaasidihaa, qawaacid kulliya wa farciya minhaa, qawaacid oo dhowraa soo hoosgelaya. Qaybo waa qawaacid waaweyno kuwii aan soo sheegnay oo qawaacid shaamil juz'i ah, laakiin qaacidada hoosgelaya. Qawaacidna waa kuwo yaryaro, kuwii daabidka oo kale ah. waxaana ka mid a qawaacida hal ilcibra bisiyaqi alcuquud aw bimacaaniha, hal inniya tukhasisu allafda alcaam aw tucammim allafda alkhaas, man istacjala bishayin qabla awaani cuuqiba bixirmaani, alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid. Kulligood waa sharxaynaa. qawaacidka yuqtafaru fi lwasaa'il ma laa yuqtafaru fi lmaqaasid. qawaacidka ayaa waxay hoosgelayaan qaacidadan weyn, maxaa yeelay kulligood markaad dib ugu noqotid, kulligood qasad bay ka wada hadlayaan, u wada fiirsada, maqsuud bay ka wada hadlayaan. wax allaale wixii qaa'ide oo qasad ka hadlayana iyo niyo la xidhiidhana halkaanaan hoosgelinaynaa. qaacidada koowaad, hal ilcibra bisiyaqi alcuquudi aw bimacaaniha, shayga muctabarka ah oo agteenna aan qaadanayno ma qaacidadan lafdigeeda miya, siiqada waxaa loo jeedaa lafdiga iyo erayada, mise macnaha ay xambaarsan tahay oo maqsuudka ah baan qaadanaynaa. macnahana waxaa loo jeedaa maqsuudka. marka ma lafdiga iyo haykalka koraan qaadanaynaa, mise macnaha iyo nuxurka meesha ku jira oo danta laga leeyahay? macna alqaacida sharxi almufradaat, alcibra ism min alictibaar wa huwa alictidaadu bishay. cibra waxaa la yidhahdaa waa magac oo shayga aad tixgelinaysa ah, waana alictidaadu bishay, waa shaygaad tirsanaysid. yacni waxyaabahan isku dhex jira, keebaa macno loon qaadanayna oon tirsanaynaa, kaan tirsanaynaa la dhahaa ictibaar. asiiq waa jamcu siiqa, siiqa maxaa la yidhahdaa alijaabu waalqabuul, waa laba kelmadood oo iska hor imanaya, oo midna ay wax sheegayso midna ay aqbalayso. asaadir min tarafay alcaqdi, labada qof oo wax kala gadanayana ay isdhaafsanayaan, waxaa tiri waxaan isii waan ku siiyey, isii waxaan waxaa la yidhahdaa ijaab, waan ku siiyeyna maxaa la dhahaa waa qabuul baa la dhahaa. waxaan iga iibi waa ijaab, waan kaa iibshay waa aqbalid. taas ayaa waxaa la yidhahdaa siiqa la yidhahdaa. alcuquud waa jamcu caqdin, wahuwa alrabdu waalixkaam bayna atraafi shay. caqdina waxaa la yidhahdaa in la isku xidho oo si adag laysugu xidho weliba oo sugan shayga labadiisa daraf, waa guntin. innaga af soomaaliga waan aqaanaa xadhigga marka la guntayo oo la xidhayo. caqdi haddaad maqashid waa guntin iyo xadhig. walidaalika dadka dhagoolayaasha ah markay caqdiga cabirayaan saasay yidhaahdaan, waxay ku tusinayaan inuu guntin yahay shay la isku xidhayo oo laysku xidho. almacaani waa jamcu macnaa wa huwa asuura addihniya alatii dalla calayha alqowl aw alficil. macno waxaa la yidhaahdaa suurada gudaha ku jirta,
oo ficilkaaga ama hadalkaaga laga fahmayo oo laga dheehanayo, kaasaa la dhahaa maqsuudka. Qaacidada marka macnaheedu muxuu yahay? Ijmaaliga, almacna alijmaali. Waxa macnaha ijmaaliga uu yahay hal yuctadu wa yunaadu alxukmu, ma la tirinayaa oo xukunka ma lagu taxayaa ama ma la saarayaa cinda wuruudi alxuquud, cuquuddu markay timaado, maa yasduru min alطarafayni min lafdin, hadalka labada qof ka soo baxaya, aw bimaqsuudihima. Macnaha qaacida xambaarsan yahay waxa weeye, markii heshiis aan gelayno, heshiiska aan gelayno ma waxaan wax ka soo qaadaynaa oo xukunka aan ku xidhaynaa erayada innaga inaga soo baxaya, mise ulajeedadii aynu lahayn baa wax ku xidhaynaa? Tusaale ahaan, qof baa wuxuu yidhi war koobka biyaha isi ama koobka shaaha isi, kii kalena waa soo qaado wuxuu yidhi hoo, fartu ka saaray. Labadaa qof waxay ku wada hadleen ijaab iyo qabuul, oo ficil iyo qowl ah. Ijaabku qowl buu ahaa, koobka shaaha isi waa qowl. Qabuulkiina muxuu noqday? Ficil buu noqdo, fartuba ka saaray. Haddaynu fiirinno erayada ay isdhaafsadeen oo siiqadooda ah, waa hibo. Maxaa yeelay lafdiga isi maxaan u naqaanaa? Ma beec baa mise waa hibo? Yaa, ma hiba mise waa beec? Lafdigu waa hibo, laakiin haddaan ulajeedadii meesha ka socotay aan fiirinno iyo waxay niyiisnaayeen dantay lahaayeen, maxay ahayd? Ma in la sasiiyey ahayd, mise in wax la kala gato? In wax la kala gatay ahayd. Labadooda marka kee baan qaadanaa? Ictibaarku waa kaad qaadanaysa, keen qaadanaa? Ma erayadaan qaadanaa mise ulajeedada? Ulajeedadaan qaadanaynaa. Qaacida macnaheedu waa intaas. Waxay jumhuurtu u badan yihiin ulajeedadaa la qaadanayaa. Shaaficidana waxay leeyihiin maya waxaa la qaadanayaa erayadaa la qaadanayaa. Saa darteed heshiis haddaa la gelayo beeca waa in erayada lagu sheegaa. أدلة القاعدة حديث الواهبة حيث ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد ملكتك بما معك من القرآن، وفي رواية الجمهور قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، متفق عليه. أدلة قاعدة ذان في خلاف كوحك يعني رسولك صلى الله عليه وسلم قوار باوتمت waa ti rasuul allow nafteedii baan kuu hibeeyey. Nebigu marka waa ka aamusay sallallahu calayhi wasalam, nin baa soo booday, wuxuu rasuul allow haddaa adigu rabin aniga gabadha igu meheri. Rasuulku marka wuxuu soo raadi khaatabna allaha ka dhigay. Ninkii waxuu soo waa markii dambe wuxuu yidhi qur-aanka wax ma ka taqaanahaa? Wuxuu yidhi qur-aanka bar, gabadhiina waan kugu meheriyey. Riwaayadka qaarkood waxay ahayeen gabadhiina waan ku siiyey. Riwaayadii marka ahayd waan kugu meheriyey, khilaafka ma taagna iska daa, maxaa yeelay lafdigii iyo maqsuudkii waa iswaafaqsan yihiin. Oo waan kugu meheriyey waa meher, danta la lahaana maxay ahayd? Meher bay ahayd. Laakiin riwaayadda ahayd gabadhii waan ku siiyey, dee gabadhu addoon ma ahayn moogtee, la ismulksiinayo iyo neef xoolo ah. Qolo waxay yidhaahdeen maadaama oo lafdiga waan ku siiyey rag nabigu uu adeegsaday, alfaadu ictibaar ma leh, waxaa ictibaar leh oo la qaadanaya waa maqsuudka. Oo maqsuudku muxuu ahaa? Waan ku siiyey, waxaa loo jeeday waan kugu meheriyey gabadha. Qoladan kalena waxay yidhaahdeen maya lafdigan shaad weeyo waxba ka soo qaad ma lehe, annagu kan saxda oo kugu meheriyey ah baan haysanaa, kan ictibaar ma leh. Waxaana raajixa qowlka jamhuurka, raajaxa qowlka jumhuurta ayaa raajaxa, ilaa fii masalati nikaax. Masalati nikaax
waxaan raajixa qowlka shaaficiyada maxaa yeelay nikaaxa iyo mucaamalaadku waa kala duwan yihiin xagga ixtiyaadka alaslu fi lmucaamalaad alibaaxa walaslu fi nikaax alankixa altaxriim waay amhilati alqaacida idaa qaala ishtarayt waxaan saa uga jeedaa idin xusuusinayaa hadduu hadda qofku yidhahda gabadheedii hebelo waa ku siiyey ma mehersana gabadhaas gabadhii waa ku siiyey saas ma meher baa agteena meher ma aha daateed me waxaa loola jeeday meher ma lagaa yeelayo gabadh waa kugu meheriyey dheh amhilati alqaacida idaa qaala ishtaraytu minka thawban maran kaa iibsaday buu yidhi sifatuhu kadaa bihaadihi daraahim maradana waa mara noocaas oo noocaasa waxaana kaa siiyey shilimadan fahal yancaqidu baycan ictibaaran billafdi aw salaman ictibaaran bilmacnaa ma waxaan ka dhignaa beec innagoo alfaadda fiirinayno qaadanayna mise waxaan ka dhignaa salam innagoo muwaasafaadka fiirinayna beecu salam waa baycun mawsuuf waa beec laakiin sifaad baa wax lagu kala gadanaya beeca caadiga ahna beec mawsuuf ma aha ee waxa weeye cayn oo aada mulkinaysid mubaadalatu caynin bacayn ama mubaadalatu maal bimaal xoolo la kala bedelanayo ereyga marka lafdiga la adeegsaday waa lafdu beec oo wuxuu yidhi ishtaraytu minka thawban maraan kaa iibsaday waa beec waa iib laakiin muxuu adeegsaday sifatuhu kada wakada waa salam beeca shay maqan oo la sifaynaya lama iibsado waa shay mushaahid oo kor aada arkaysid weeye marka shayga hadduu muwaasafaad yahay waa salam marka ma waxaan fiirinaa maqsuudka oo salamka ah mise lafdigaan fiirinaa may maqsuudkaan fiirinaynaao salam weeye afka beec way iska soo mariyeen un mahaane waxaa la kala gadanaya waa salam maqsuudkaa la fiirinaya waidaa qaala bictuka haadihi sayaara bilaa thaman baabuur baan kaa gatay wax lacagana ma leh aw laa thamana li calayka anigu wax lacaga kuguma lihi baabuurkiina waa kaa gatay fa qaala wuxuu ihi ishtarayt waa kaa iibsaday aniguna wa qabadahu baabuurkiina waa guddoomay falaysa baycan waxaas beec lama dhaho wa fii cinciqaadihi hibatan inaan hibo ka dhigno qowlaa tacaarudi lafdi waalmacnaa labadii qowl oo lafdiga iyo macnaha iska soo horjeeday ayaa ku jira nin baa wuxuu ku yidhi baabuurkan baan kaa iibsanayaa waa yahay baabuurka iga iibsa baa ka iibsatay baabuurka wax lacagana kuguma lihi buu yidhi wax lacaga kuguma lihi ama baabuurku waa lacag la-aan maxaa halkaa ka fahmaynaa yaa baabuurku isuna hibo yahay soo maaha haddana marka hore wuxuu yidhi baabuurka waa kaa iibsanayaa oo wuxuu hormariyey iib buu hormariyey ma hadalkiisii iibkaan fiirinaa oon qaadanaa mise maqsuudkii uu ahaa baabuurku waa lacag lagaama rabo oo waa lagu siiyey ahaa shaafiyadu isku khilaafeen mar hadduu qofkii guddoomo horta beec ma aha oo dee adkaanti beec iyo shuruuddii lagama helin maxaa yeelay beec lacag la-aana ma jiraan rukni arkaanti ka mid a beecaha maqan beeca arkaantiisu waa laba qof oo wax kala iibsanaysa iyo shay la iibsanayo iyo lacagtii lagu iibsanayo in la helo mar meeshana ma taal lacagtii la iibsanayo marka mar haddii arkaantii la waayo beec waa faasid laakiin hibo ma noqonaysaa haddaan shaaficiyadii raacnay hibo ma naho maxaa yeelay lafdigu lafdigii ma aha saxda aha haddaan qoladii kale raacno macnaha qaadanaysayna hibay noqonaysaa maxaa yeelay macaanidiisu waa sax macnuhu kaasaana saxa waa hibay noqonaysaa alqaacida thaalitha qaacidada saddexaad hal inniyatu tukhasis allafda alcaam aw tucamim allafda alkhaas niyadu lafdiga oo khaaska ah ee caamkaan u jeedaa lafdiga caamka ah khaas ma ka dhigaysaa lafdiga se khaaska ah caama u bedelaysaa su-aalaha inoogu imanaysaa waxaan idhi hal inniya niyada aada niyaysanaysaa tukhasis allafda alcaam lafdiga caamka ah khaas ma u bedeli kartaa
أو تعمم أما عام مكدي كرتاه اللفظ الخاص لفي خاص كان عام وبدليسة نشوف إن شاء الله في المعنى شرح المفردات العام لغة الشامل ومنه عم المطر إذا شمل الناحية عام وحلها وح رميسرة وحنا صالحان روب كبا وضن كرنا عمي صالحون عام وإسكا ذيك ستاؤه عمي مثل هذا وإسكا وأعرف عربي وي روب وضن كرنا مري وعمي مي معنى هذا حويا روب وضن كرنا وانجاري حاجة استلاح وحلها اللفظ المستغرق لما يصلح له وحل اللفظ جاء وحكى الصو استجا أوها بان وأصو بلا لقيه قاضنيا بحسب الوضع سيد اللودتشي الله أصل كيس وها لقاهان دفعة واحدة هل مربون قاضنيا من غير حصر سوى أنكمني لهين أتصالهان وحن لي دخل الطلاب لفظ له الطلاب وعام الطلاب قف أن سوق للمية كذا يا إن قارو كحدينية مية كذا مايا كل دة كنا هالمربوق هذا نيا اللي قيا ما عبوا وذيها خاص واحد لهذا لغة الإفراد خاص كواحد لهذا كليين اصطلاحنا واحد لها قصر العام على بعض أفراده عام كان شيء جيني إن حبناها قريب كم إذا لغوص وقوة للدليل يدل على ذلك دليل أرنتها تصينا السنة لغوص وقوة مركوحان طح دخل الطلاب إلا عمرا أرضي ذي ورنو وصوى قلين عمر موين عمر مركو كل جيبا كدين نسيوم جدا وخاص أنا قانا معنا قانا كسور ريبنو استثنابا كسور ريبنو المعنى الإجمالي قاعدة معناها قود وإلى ضحي إذا ورد اللفظ العام أو الخاص من الحالف قف دارنا إياه أضو إليك صبح أم عام أم خاصة ونوى قصر العام على بعض أفراده وحنا نيستي شيء عام كأنه ضد كسو كوبو أو تعميم الخاص أم خاص كيبو ربا إنه دل حسيو ضد بضن وهوز قليو على جميع أفراده ضد كيوردن وحنا ربا إنه خاص كي عام كدق على جميع أفراد العام فهل يعتبر هذه النية أو لا نية ذاس مقاضنا إنه ومتحقلنا إنه بس واحد كسر قاضي إنه واحد شرين أمثلة القاعدة أمثلة تتضح الأمور إن شاء الله عند التخصيص من حلف لا يكلم أحدا ثم قال نويت زيدا فقط قبا وحوين والله إن أنا ما توقفنا لها اللين قف كاسي معام بوها الله مسخاص عام بوها الله قفنا كما تقن والله أنا قفنا لها اللين بوي مركزا وحالا أركي سوا عبد الله إلا شاكي سني ورصادي هدر لها قفنا لها اللي ما هي ما يوحى نوتشي ذي نك اللي هذا أحمد ما نوتشي ذي أحمد بنو تشيدي مرك نيدي ولا تشيدي سو أحمد بنو تشيدي لها هذا الكي عام كها وهذيك سدوها والله أنا قفنا لها لين خاص ما كدي كرتام سمايا وحين دوسع الطائر أنت أنسكو أغينو هل العبرة بالألفاظ أو بالمعاني هذان يعني مقصود كي سنفيرنا إنا معانيه سنقاضني هذا أن أري كسر بحام فيرنا إن أنا تلف ذي شو حاضر كذا نسقفنا الله الإنسان درس الواد بابي نحن نحكم الظواهر والله يتولى السرائر وحي أسقي إلهي أود حي أسقي إلهي وي لكن إن لف ذي عام كم حين وجري إن عندنا الله ذي بكون أرضي قالوا مركو حيلي إن كان عندما والله الله عبد الله وأدم بابي لارتي بكو واجبتي قولنا وحي لي المايا يساقا ينوغ أرميه سي قصد كي سانفيرنا هنا كتابك مختصر انت سي لافن مينو فعند الجمهور لا يحنث لو كلم غير زيد زيد عدانين أدو الله الله ما بدن بابي محايا لي دي معنه بوقاتي
با عند التعميم تاسوى حياة مركي تصاليه خاص كاها لو حلف لا يدخل هذا البيت قرقا المقل يا أيها الأرضي يريد هجران أهلي وحونا الربار هير كيسين وكتفه قادو فدخل عليهم وأقلي بيتا آخر قرقا حنث عند المالكية والحنابلة ولا يحنث عند الحنفية والشافعية قفة وحكور نارتي الله إنا نقول عن قرين بوي قرين ولا أنا قرين وحنا أولاد شيئا سلانتي سيو قرين كتيرته ورواين وسنو قرين قرين مكتوى خاص لكن وحنا رواين عام كده قاوة إسلام تان ملك استوي تكتو يقول كاستوي قشرة إنه سنو قرين بوي شيئا سلانتي وقولي كلا شوكتا بوغالي نكاسي مدن بابي يمسي مدن بابي حدان احنا اللفظ يجيبان قبانا هنا تي نكاان قولي كانوا يريه قولي كينا معها ماشو قلي مدن بابي حديه اينو نرهانو قولي تشيدادي سيبانو فيرن اينا نكاان وحوكار دارتي رير كيسي قولي كستي كتشيران انو سوغلين سادرت مدن بابي والخلاف مبني على قاعدة أخرى قاعدة كلا أي خلاف كل سيهاي أو هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأعراض سيدة دورة أعرها لغون أعران أيو من يين كي قصد كان لتحق لنيا مسئرة يضغف كسوة بحيا بان لتحق لنيا القاعدة الثالثة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ننكي شيء دق دق سداء أو سواء بسلانين إنه قوستة دمعة شيء غوالا رافنية ولو ديدية شرعا غوالا ممنوعية محايا لولي ما بسلانين معنى القاعدة استعجل العجل والعجلة السرعة دق دق أيال إلى هذا وطلب شيء والتحريه قبل أواني شيء يقول هذه سيد إن هذه الشيد يضع وقت يدي لقارب الحرمان عدم الظفر بالمطلوب واحد ربتي إن هذه الهلم بقال الله حرمان المعنى الإجمالي معناها قد وقاعد ولا ذهي من طلب الحصول على شيء قفك إنه شيء هل أرض معه الذي وضع له سبب عام مضطرد شيء قاسو لودة شيء سبب شوكتاء وكهر رئيسا قبل حلول سببه العام صابت أولي لقارن أيون الدمعين هلو منع الظفر بالمطلوب شيء يقول هذين أيه إنه هلو ولدي ذي معاملة بنقيض قصدي سوى لغلا رغميو قصد كيسا حن دت كيسا سؤال أهان لبقف فوحيس بورسدين كوالد عدد كجرت ايون غوفسدي حلي عدد الا سوق قرشو اها شرع وسوساس ما هين وكسو دغدغين لبدوديبا شرع و هو امريا لبدودا وا لا كلا ديريا وا لا كلا ممنوعيا لسما اوغلا محايلي وقتي عدد سبب با لو ييله وخا لي انتاس ماركي صدح قري ماركي دمادان markaas la isugu san kara xilligi oo la gaarin bay degdegsadeen sababtii ay ka hormareen waa loo diiday marka qofba wuxuu rabay adeerkii oo xoolo badan oo madii aan waxba dhalin wuxuu dacay inuu dhaxlo oday ka takhaluso oday uu ka takhaluso xoolihi uu raadinayay baa loo diiday محايل الحلقة السبب بكون ريسو أهيدين وقفك دينتو أو ملكمود ألوي مادو إستقى هذا السبب تكوهر مري وألقى ممنوع يا مرك سيئن فساد بدن أو دعم أدلة القاعدة قال تعالى
وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فسمى الله هذا العمل اعتداء وجازاهم بنقيض قصدهم. إلهي سبحانه وتعالى وحينه قشكين وكر يا بني إسرائيل واسألهم عن القرية بالمقالة دي وريسان لي التي كانت حاضرة البحر بدأ لنا عيدة صاريد إذ يعدون في السبت مركي السبت دي كحد قدبين السبت دي نوالاق ممنوعي إذ وقت تأتيهم حيتانهم مركي كلهم كذو إيمان يوم السبتهم شرعا ما أنت السبت دي أبرناكو بيسون دي قيام ويوم لا يسبتون ما أنت أيسان سبت أيسان لنا لا تأتيهم كذلك ما هو إيمان أيسان ما أنت أنا سبت دي هدي لقبحوا كلهم لما هيو ما دام هو مركا سبتي دي وبناك إيش صار لقيو سبتي ده مركي لقب حنا وعرر لقيو سبتي دي الدب نص اللي كتير دب إنك هو سبتي يكون عيا أحد ذي كلب حيان دب إنك سبتي دي وجو ميسن كلو ميسن يا قارم كلو ميستين أحد ذي مركا لكن في رنو مقصود ك رسمي قا ما سبتي ده على كلو ميستين مس أحد ذا سبت ولا كلوميستين كلون كان سبت ذا دم كلون دي قدام كوكو دعي لكن فعل بين بيني ميشا كينين فعل بين بينا بيميشا كينين خيامة دي أي صوبية بمركة لغا ممنوعي ألا مركة وحو يلي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مركة إلهي سبحانه وتعالى لما صيروا مركة وحان خيامات كي يصيرت إياد سمين يسيد وقالوا لسوا على قال أمثلة ذوحا كمذو من أمثلتهم صدرت ذوحا إليه فسمى الله هذا العمل اعتداء وجازاهم بنقيض قصدهم قصد كوذي حما اعتداء بألوم عاوي كيبان الغلال نغمي وألقم ممنوعي إذا قتل الوارث مورثه فإنه يحرم منه الميراث قفكي إذا قتل الوارث قفكي وحنحل يهدود المورثة قفكي نحل يهد فإنه يحرم منه الميراث لحل كيبالقم ممنوعي لو قتل الوصي الموسى له ليه قفك لو دردارمي أي الموسى دي لي يحرم من الوصية عند الحنفية والحنابلة نكي وحلو دردارمي كي كان لحل كلابوها كوا كي وحلو دردارمي كي وحلو دردارمي ويرهدان لنتو حولها هلا سيه قرق نوع عاسا با قفك دي لي قرق والاق ممنوعية إلا قرق سينو هلو هلو ربيسك لفتشو قاعدو سوس قليا القاعدة الرابعة قاعدة أفراد الوصائل لها أحكام المقاصد وصائل تحيليهن أحكام المقاصد دعوكالة الوصيلة شرح المفردات وصيلة وحالة لها جمع وصيلة وصائل بنت جمع وصيلة وهي ما يتقرب به إلى الغير عدك لوحل لقود لوانيه يا وصيلة لها أو يتوصل به إلى الغير أما وحكى لوحد كجاريس سيدا حرق إيه شرنا شرذا إيه بعض لها الأحكام جمع حكم وهي أحكامته وهو إسناد أمر إلى آخر أرن لا تيري وهي إيجابا أو صلبا أما أقولان شو أم الدين حكم حلها لا تشيء قص وصح والأقول يه كان لما أقول كسر لها المعنى الإجمالي للقاعدة أن الطرق التي يتوصل بها إلى شيء ما تأخذ حكم ذلك الشيء عاما كان أو خاصا والدكستا والغوغاري شيء والدكستو ميل الغوغاري والدداسي ميشا اللغاري حكم كأيلاذهي بيّل نيسا أما من عامها هذا أما من اختقاسها هذا والددا أدقادي سيداء أقادي سيد إلهي إنا ترى اللي جلست ومسايد كأكسو تكتيد صوع اعتكافت وضد الله صوص علانا ومساجد لو اعتكاف سيح وضد القاضي سيدا أسو سعوتيد إنا المعسية سو سميسيد حوال إسلام السور لعديد وضد سور لبتدنا وضد الله قاضي اللي افتهده ومعسية وي قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وهذه القاعدة
qaacidadan aan soo sheegnay min anfaci alqawaacid, qawaacidda ta ugu nafci badan weeye, wa acdamihaa uguna weyn, wa akhariihaa faa'ida, uguna faa'iidada badan. Walacalaha waxaa laga yaabaa yadkhulu fiiha inuuba galo ruucu diin, diinta afar meelood loo dhigay meesheed, in qaacidadan laga helaaba laga yaabaa. alwasaa'ilaha axkaamu lmaqaasid. alqaacida alkhaamisa, yuqtafaru fi lwasaa'ili maa laa yuqtafaru fi lmaqaasid. Tii hadda aan soo sheegnay tan sii hoosgelaysa, waa sii farci ah. waxaan idhi yuqtafaru fi lwasaa'il, wadooyinka waa laga indhalaabanayaa. maa laa yuqtafaru fi lmaqaasid, waxaan laga indhalaabteen meesha danta iyo ulajeedada laga leeyahay. su-aalahaan ku fahmaynaa sharxi lmufradaat. yuqtafar min almaqfir, waxay ka timid min almaqfira, wahiya asatru, shayga la asturo ayaa la yidhaahdaa. koofiyadda madaxa la saaro oo wax asturta baa aslan la yidhahdaa miqfar. aw amase an yastura alqaadiru alqabiix, qofka awooda inuu asturo alqabiixa, shayga xun, asaadir ee soo fulaya, miman taxta qudratih, wax isagu u maamulo, xumaanta ka soo fulaysa inuu asturo ayaa la yidhaahdaa. ilaahay baa wuxuu inaga asturayaa ceebaheenna, ilaa isaga alla ina maamule. almacna alijmaali lilqaacida, wasaa'ilii hore inoogu soo hormarnay, saxaan uga tagnay, iyo maqaasid labadaba horaan usoo macnaynay, ana alaxkaam annaashi'a can aturuq, axkaamta ka dhalata wadooyinka, almuusilati gaadhsiinaysa, ila almatluub, shaygii la rabay, akharu iyadaa badan, tasaahulan, xagga fududaysiga, min alaxkaam, axkaamtay ka fududdahay, annaashi'ati ka dhalatay, can ilmatluubi nafsah, shayga la rabo laftiisa. qaacidadan waxay leedahay laba shay baa jira, waddo lasii marayo iyo maqsuud aan leenahay. maqsuudkaan leenahay waa in masaajidka laba ragcadood aan ku soo tukanno. wasaa'ilkeennuna waa inaan guriga ka soo baxno oo masaajidka aan soo aadno, waddadaa soo marno, soo lugayno. labadan ragcadood marka oo la tukanayo, sidaa loogu talagalay waxba lagama bedeli karo, siyaado ma leh, nusqaan ma leh, sidoodaa loo diinayaa, waa adag yihiin iyagu, waa maqsuudkii. laakiin waddadan aan soo marayno way iska sahlan tahay oo haddaad rabto dhinacaas waxaad ka soo gelaysaa masaajidka bariga, haddaad rabto waxaad ka soo gelaysaa galbeedka, haddaad rabto waxaad ka soo gelaysaa waddada koonfurta soo maraysaa, haddaad rabto waddada waxaad soo maraysaa waqooyiga. arrintaa masba banaanta mise ma banaan, waa ka sahlan tahay, isuma jeedid. saa darteed ayaa waxaa wasaa'ilka la yidhaha la iskuma shideeyo, maqaasiddaa la isku adkeeyaay. waxaa ka mida wasaa'ilka, waxaan rabnaa dadka diinta inaan gaadhsiino, diinta inaan dadka gaadhsiino. maqsuudkeenu waa maxay? dadka waa inaan diinta gaadhsiino, isagu gorgoro ma leh, saasaa loo adkaynayaa. laakiin sidee baan ku gaadhsiinaa? qof wuxuu leeyahy, waxaan samaynaynaa masaajidkan mikrofoonka qaadanaynaa, maalin walba masaajidkan dadka muxaadaro ayaa uga jeedinaynaa. mid wuxuu leeyahy, war maya muxaadaro waxba tari mayse, masaajid walba cashir baan ka bilaabaynaa. nin kale wuxuu leeyahy, war maye cashir cidna iman mayse, suuqa bartankiisaan tegaynaa. war suuqa meel haddaad fadhiisatid cidna kuu iman mayse, waa wareegaynaa maanta dhan, meel walba saasaan u wareegaynaa maanta dhan, waan soconaynaa. kulli dantaan leenahay waa maxay? marka arrintan waa wasiilaa la dhahaa, shida ma leh. kii kitaabka akhrinaya akhri, kii maaragtay suuqa ka soo muxaadaraynaya muxaadare, kii masaajidka masaajidka ka muxaadar, yuqtafar. arrintan waa arrin la sahlado wey, ma aha wax la isku adadkeeyo, yaa wax la isku adadkeeyo ma aha. min huna ayaa waxaad arkaysaa khilaafaadkan badan oo dadka dacwada isku haystaan oo dhan, wasaa'ilkaa la isku qabsanaya, maqsuudkiiba maba ahaba. mid waxaad arkaysaa le jamaaca heblasan aho, jamaaca hebla sidan aho, mid wuxuu leeyahy jamaaca lama ogolo, mid wuxuu leeyahy jamaaca kana, waxaas waxba kama jiraan. ninkii yidhaahda hadda keligii baan dadka dacwada ugu yeedhayaa, wadduu maray
kii yidhaahda anagu gruub baana waa iskaashanaynaa, waa wasiilo waday mareen. Kii yidhaahda anigu boorsadeedaan dhabarka saaranayaa oo baadiyahaasaan soo wareegayaa, dadka ilaahay baa maalinba qof baan u tegayaa, war hebelow ilaahay ka baqaalay sida tabliiqi waduu maray kullina danta ilaahay waa maxay dacwaan gudanaynaa adiga markaa. Dameerku waxay yidhaahdaan muxuu ahaa baalkii maroodigu takarta ninka kala saaran buu arkaa, tiisa ma arko, adiga akhdaadaada fiiri, akhdaada walaalkaa iska daa. Waxaa keliya la isweydiin karaa wartee baa inoogu nafci badan intaan wasiilo, wasiiladee ugu nafci badan. Xoogaa waxaan ugu yar hakaday, waxaan ogahay inay mushkilad meeshan ka taagan tahay. U fiirsada marka qaacidada dhagaysta, qaacida waxay leedahay yuqtafaru fi lwasaa'il, wasaa'ilka waa la fududaynayaa, maa laa yuqtafaru fi lmaqaasid, maqaasidda waxaan la fududayn. Macnihii ijmaaliga waxaan ku magacownay alaxkaami naajia can aturuqi walwasaa'il akharu tasaahulan, aad baa iyada loo tasaahuli karaa. Min alaxkaami naashata can almadluub, amhiladeeda waxaa ka mid ah annadaru ila almakhtuuba, jaa'is. Gabadha markaad rabti inaad guursatid inaad fiirsatid waa kuu bannaan tahay, maxaa yeele waa wasiila, wasiila weeye oo nikaax baa loo sii marayaa. لأنه وصيلة إلى النكاح. جواز الكذب لإصلاح ذات البين، إن بين شيك تضدك نحو ظهر وإن خير كشيك يزيد ووصيلة محايا إلي بين تبا لغو أقولان يا فيري ووضع ذو مريس المقصود كاقو وإصلاح بين ماها مقصود كاقو، لو مقصودك بين أهان لها ولا الديدي لها. والله سبحانه وتعالى أعلم.